فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم العمل في الأسواق التي تبيع المحرمات كالتي تبيع الخنازير مثلا؟ ما حكم العمل فيها؟ ما حكم العمل في الأسواق التي تبيع المحرمات؟ لا يجوز، لا يجوز أن يعمل في الأسواق التي تبيع المحرمات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذا. نعم.